وفي يوم المرأة العالمي وعيد الأم وعيد البشارة، أقيمت في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان خدمة مسائية. أشرف على الخدمة فيها راعي الكنيسة القس الكونون فائق حداد بمشاركة سيدات وشابات الرعية. وخلال الخدمة تحدثت السيدة أليس عبود المديرة العامة لمدرسة الأهلية ومدرسة المطران عن رمزية الاحتفال بعيد الأم ودور المرأة في نهضة المجتمعات وقدرتها على التغيير الإيجابي. حضر الخدمة التي تخللها تراتيل إيمانية جمع من أبناء الرعية. وفي الختام تم توزيع الورود على الأمهات اللواتي شاركنا في الخدمة.